أهلا وسهلا بكم، واليوم راح نتكلم عن حلول الأسئلة الوزارية للصف السادس الابتدائي اللي قطع الكتاب. يعني شكو سؤال جايب هذا الفرع، احنا راح نحله اليوم بالأسئلة الوزارية ونشرحها لكم ونفهمكم الإجابة عنه. أترككم مع الفيديو، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. نبدأ على بركة الله بشرح قطع الكتاب. قطع الكتاب، نجي أول شيء عندنا قطعة النادل اللي هي ويتر داي، اللي هي تسمى بيوم العامل. طيب هاي هنا الفكرة بهذا الموضوع هو شنو؟ أنا عندي قصص، عندي قطع، وهاي القطع عليها أسئلة. حكالي عن هذا واحد يعني عامل نادل، هذا النادل اللي هو واحد اسمه أحمد، وهذا النادل أحمد يلبس زي دائما أبيض وأسود، بنطلون أبيض وبنطلون أسود عفوا وقميص أبيض، ودائما يقعد من 6:30، ويحب وجبة الأفطار، وهو كذا وهو كذا، حكالي عنه. هسه احنا يعني هاي مو شغلتنا، احنا هسه نريد نعرف الأسئلة اللي تجي بالامتحان شنو هي. فراح ناخذ الأسئلة اللي تجي بالامتحان بأخير السنة وش نسوي هسه، وراح نسوي أعطيكم مفتاح حل. نجي على هذا الموضوع. أول شيء من أشوف كلمة what time يعني معناها بيش ساعة يقعد. إحنا قلنا يقعد هو ساعة 6:30، فالاختيار الصحيح هو 6:30. الجملة الثانية يقول هنا what is another word to cook، يعني أريد لكلمة ثانية نفس معنى cook طباخ. أقول له الشيف، هاي وين هي الشيف اللي هي معناها شيف يعني طباخ. ثلاثة قال لي what which service، service يعني الخدمة اللي يفضلها أحمد، اللي هي قلنا breakfast. breakfast يعني وجبة أو خدمة الإفطار. الإفطار مفتاح الحل هو من أشوف كلمة service خدمة أقول له breakfast service. طيب هنا قال لي زي، من أشوف كلمة uniform يعني معناها زي، راح أقول له هنا أبيض وأسود، يعني هو كان يحب القميص الأبيض، black trousers and white shirt يعني القميص ابيض، شيرت ابيض، وتراوزرز بنطلون يعني بنطلون اسود. هاي ملابس مال العامل، دائما العامل النادل هو هيجي يلبس ويتر. نجي على ثاني قطعه وهي قطعه الورق، تحكي عن الورق ومنين جاء الورق وشنو اصله. طيب اكو عندنا هنا بعض الاسئله. السؤال الاول يقول الورق paper، من نشوف كلمه وpaper ورق، وأشوف in the classroom يعني الورق نستخدمه بالصف. جواب صحيح true معناها صح، وفالس يعني معناها غلط. أريدك تحفظ لي paper ورقة classroom صف، paper ورقة classroom صف، paper ورقة classroom صف، يعني الورق موجود بالصف. جواب صحيح. ثانية من أشوف كلمة paper ورق وchina صين، الجواب فالس، لأن الورق أساسه أصلا ما كان بالصين، يعني بالأصل هو مو من الصين. فمن نشوف كلمة paper ورق وchinese China صين، قول الجواب false. ثلاثة يقول Egyptians did not know يعني معناها المصريين ما كانوا يعرفون على الورق، الجواب غلط، paper يعني معناها ورق، هاي حفظناها الكلمة. بعد من أشوف كلمة Egyptians don't know، أقول الجواب غلط، المصريين كانوا يعرفون عن الورق يعني. طيب ثلاثة أربعة يقول three things، ثلاثة أشياء from paper، paper قلنا معناها الورق. من أشوف كلمة ثلاثة أشياء ورق، جواب غلط، يعني الورق أنا بس أقدر أسوي عنده ثلاثة، لا الورق كل شيء أقدر أسوي به، فهذا الجواب راح يكون false. خمسة يقول I am using paper يعني أنا قاعد أستخدم الورق، جواب صحيح، جواب صحيح. ستة يقول paper الورقة different things، الورق يعني نقدر أو يعني الورق مصنوع من عدة أشياء، الجواب صحيح، من أشوف كلمة paper ورق و different things أشياء مختلفة أقول الجواب صحيح. سبعة كلمة conserve وكلمة look after اثنيناتن معناها يعتني، look after يعني يعتني، conserve يعني يعتني، هذين اثنيناتن نفس المعنى، لذلك راح أقول جواب true. ثمانية we can't use older paper يعني ما نقدر نستخدم الورق القديم، من أشوف كلمة older paper يعني الورق القديم، الجواب غلط، الورق القديم نقدر نسوي نعدله عادي، نقدر نعدل عليه ونسويه مرة ثانية.
القطعة اللي بعدها عندنا قطعة باسم، هذا واحد اسمه باسم يريدون يشترون لابتوب هو وأبوه وأمه، وهم دا يتناقشون على هذا الموضوع. خلينا نشوف. أولا يقول dad does not want، does not want يعني ما يريد، الأب ما يريد يشتري لابتوب. جواب غلط، الأب هو يريد يشتري لابتوب، احنا ذكرنا أنه الأب يريد يشتري لابتوب. هستوني اثنين، mom يعني الأم، كلمة mom معناها الأم، جاية من mother. طيب heavy laptops يعني لابتوب الثقيل، يعني الأم تقول أن اللابتوب الثقيل هو زين. جواب غلط، اللابتوب الثقيل شو العلاقة، شو المشترك يعني، شو العلاقة، قبل ورقي، قبل بطيخة هي حتى تصير ثقيلة؟ لا، فمن أشوف مام الأم وهذه لابتوبس ثقيل أقول له جواب غلط فولس، جواب غلط فولس. ثلاثة different rooms، different room يعني غرف مختلفة، يعني اللابتوب أقدر أشيله بغرف مختلفة. جواب صحيح، اللابتوب نقدر نشيله بكل الغرف لأنه صغير يعني. أربعة، من نشوف كلمة write your passport، يعني كلمة الباسبورت، كلمة السر، لازم تحفظها أو لازم تكتبها كل ما يجي يشوفها؟ الباسبورت لازم أحفظها أنا حفظ، فهنا جواب false غلط، هو قايل لك لازم تكتب كلمة السر، إذا كتبتها وخليتها كل ما يجي يشوفها فلا غلط، كلمة السر لازم ما بس مو أكتبها، لازم أحفظها حفظ. خمسة يقول share photos، يعني الأطفال يقدرون ينشرون الصور، يقدر ينشر صور لو ما يقدر؟ نعم يقدر، انت مين بتنشر لك صورة؟ اذا انا اشوف share photos اقول له جواب صحيح. ستة كلمة all يعني كل، all معناها كل، وقال expensive يعني كل اللابتوبات غاليات. جواب غلط، اكو بيهم رخيص، ذاك اليوم اخوي اشترى لابتوب 50,000 60,000 عادي، انا ذاك اليوم اشتريت لابتوب رخيص فاكو. سبعة يقول باسم فاميلي لوكت ألات، يعني لوكت أت ألات يعني دورت هواية. جواب صحيح، ما كانوا يدورون يسألون هذا ثقيل هذا غالي هذا رخيص هيك، فمن نشوف كلمة لوكت أوت ألات نشوف معناها ترو يعني صحيح. ثمانية يقول اللابتوب هو أسود وسيلفر. جواب غلط، اللابتوب ما كان أسود وفضي، اللابتوب عادي أكو أبيض وأحمر وأزرق وأخضر كيفك، فهنا جواب فولس، من نشوف كلمة black with silver تقول له false يعني غلط. القطعة اللي بعدها تحكي لنا عن اختراعات مهمة، هذا واحد اسمه سيد كروم، هذا السيد اخترع لنا الشبيس. طيب وطبعا هو سواه بالدهن بالزيت، سوانيها بالزيت وحتى الناس حبته، كل الزبائن حبته وانتشر. طيب نجي من نشوف كلمة جورج، هو اسمه جورج، نشوف كلمة جورج يعني شخص اسمه جورج، وكلمة invent يعني اختراعه. من شوف جورج وانفنت، جورج وانفنت اقول له يابا كريسبي فلايز، كريسبي يعني تشيبس، تشيبس ايش كلمة تشيبس، هاي القائقة مال البتيتا هاي مال تشيبس، كريسبي فلايز فرايز. طيب ثانيا نقول كاستمرز الزبائن، احنا قلنا زبائن وش يردون، شردون الزبائن دائما شو يحبون، حبوا هذا الشيبس وانتشر كريسبي فرايز اللي هي رقائق البطاطا. ثالثة يقول what did كروم do، ماذا عمل هذا سيد كروم، هو شلون سوى هذا البوتيتا او هذا الشيبس؟ يقول لك he sliced يعني قطعه. بنشوف السؤال يقول لك what كروم do يعني ماذا عمل او ما الذي شنو سواه سيد كروم، اقول له هي سلايست يعني هو قطع البوتيتا صغار. نجي على أربعة يقول هاو كيف او كوك طبخه كرومس، يعني سيد كروم، وهذا سيد كروم. طيب من قال لي هاو كيف، هاو كيف انه اقول لك هاو ار يو معناها كيف حالك، كوك يعني طبخه، هاو شلون طبخه، هو قال لي ان ذا اويل، اويل يعني زيت، راح اقول له بالزيت بالدهن يعني، in the oven بالاوفن لو in the water بالماء، لا من العلاقة بذنك، اقول له in the oil في الزيت. واخر شيء يقول لك did they like it، نعم عنها احنا ايش قلنا بهذا السؤال، شنو اللي كانوا يردون، كانوا يردون هذا الشيبس هذه الرقائق البطاطا، فاكيد did you they like it، نعم كلش yes they did yes he did، نعم يعني هو احب اللي هم يعني هو هذا اللي يجون يشترون الزبائن حبوهن، فمن اشوف كلمه did ولايك يحب اقول له yes he did نعم he did،
شوف هنا بادية بدد وجواب بدد، لا تنسى. اللي قطعة اللي بعدها اللي تحكي يوم الأم، الله يحفظ الأمهاتنا يا رب، يوم الأم أو عيد الأم. طيب أول سؤال، إن إراك ماذر دايز، عيد الأم جاي بشاشها، مبين عيد الأم كلنا نعرفه بشهر الثالث اللي هو بمارتش، ذا مارتش، مارتش الشهر الثالث. فأنا من يشوف ماذر داي أقول له مارتش اللي هو شهر الثالث. اثنين، من أشوف فاميليز جو يعني العوائل تروح، فاميليز جو يعني العوائل تذهب. العوائل وين تروح؟ للمكتبة لو للمطعم لو للمسرح، يروحون للمطعم. نشوف كلمة فاميليز يعني جو، ريستورانت يعني معناها مطعم. فاميليز جو ريستورانت مطعم، فاميليز جو ريستورانت مطعم، فاميليز جو ريستورانت مطعم. ثلاثة، من أشوف كلمة years يعني سنين، وماذر داي، ماذر داي يعني عيد الأم، يعني عيد الأم إيش قد صار له؟ صار له آلاف السنين، آلاف السنين. قال لي 100 مئات، أنا من أشوف كلمة years سنين أقول له آلاف، آلاف السنين، ركز لي عليه. 100 يعني 100 يعني مئات السنين، لا آلاف السنين كلش قديم. عندنا رقم أربعة، أربعة أقول different around the world، من أشوف كلمة around the world يعني عيد الأم منتشر حول العالم. من نشوف around the world حول العالم تقول له different يعني معناها مختلف، يعني بيكون بكل مختلف بقاع العالم. وآخر شيء قال لك الflowers الهدايا الأزهار، وقال لك present هدية. كلمة present هاي موجودة بالإنشاء ومهمة. من نشوف كلمة flowers أزهار تحط وياها present، تحط وياها عفوا، من نشوف هدية تحط وياها present. مرة جابوا سؤال بالوزارة قال لك الflower لو different هدية، من نشوف هدية هي الأزهار، لأن الأزهار هي عبارة عن هدية، وهاي يعني يقدمونه الناس للأمهات بعيد الأم. خلينا نحل هذا السؤال، هاي الأسئلة اللي جاية يعني، وخلينا نراجعها وياكم. يقول باسم فاميلي لوكت أوت ألوت، إحنا قلنا من لوكت أوت ألوت يعني معناها دورت هواية، عائلة فام دورت هواية لو ما دوروا؟ نعم، جواب صحيح، إذن جواب ترو. ثاني نقول what time، ما الوقت، من أشوف كلمة what time يعني ما الوقت، راح أقول له 6:30. ثلاثة قيل how، how معناها كيف، how معناها كيف، وcook يعني طبخة، شلون كان يطبخ؟ بالمي لو بالدهن، واحد يطبخ بالمي، نقول له in the oil. أربعة we can't use، من أشوف كلمة can't use يعني ما نقدر نستخدم، إحنا الورق نقدر نستخدمه لو ما نقدر نستخدمه، لا نقدر نستخدمه، هو قال can't old يعني ما نقدر نستخدمه، الجواب غلط false. سؤال اللي بعد، من أشوف كلمة another word يعني كلمة أخرى للكوك للطباخ، cook طباخ، يعني من أشوف كلمة cook يطبخ طباخ، word يعني كلمة، يعني يريد كلمة تشبه طباخ، راح أقول له chief، الشيف اللي هو. What service قلنا من نشوف كلمة خدمة نختار breakfast، نختار breakfast. السؤال اللي بعده يقول What's another word for cook، هاي تونا أخذناها شوفها أكثر من مرة مكررة، فمهمة تقول له chief. How كيف، how كيف يعني كيف كان يطبخ، قلنا إن له oil بالزيت. شنو الخدمة اللي كان يحبها، قلنا breakfast. What did the customer want؟ شنو ما كانوا يحبون الزبائن؟ السوفت فراي فرايز لو كريسبي، لا كريسبي فرايز، هذا الاختيار الصحيح. طيب ان العراق لو ماذر داي، بالعراق عيد الام هو ابريل لو مارش، لا الجواب ان ذا مارش، في شهر مارش، في شهر مارش. 6 لابتوبس، اللابتوبس نشوف كلمة لابتوب، نعم نعطي اختيارات بلاك وذ سيلفر، لو سيلفر وذ كيز، وذ بلاك كيز. احنا هنا ايش قلنا، قايل لك اسود، اسود وفضي، اسود وفضي، وقلنا عليها فولس. هو هنا منطيني اختيار، ايش قايل لي، قايل لي هنا اختيار، قايل لي بلاك وذ سيلفر، لو سيلفر وذ كيز، لا اقول له فضي، لان هو اصلا اللابتوب اللي اشتراه كان لونه فضي، فهذا هو الاختيار الصحيح، يعني جايب لك اياه اختيار انت، المهم هذا غلط، هذا ما تختاره، لان هذا اصلا جاك اختيارات وانا قلت لك عليه غلط، فبدون ما التفكير ما تحله، فمرات يغيرون بالسؤال. All laptops were too expensive، كل اللابتوبات كانت غاليه، وقلنا هذا جواب غلط. ممكن هذا يجيب لك اختيارات، يقول لك expensive غالي، لو cheap رخيص، شوف فدير بالك يعني ركز.
In Iraq, Mother Day, بعيد الأم قلنا يكون in March. هنا قايل لك uniform. Uniform قلنا زي، من أشوف كلمة زي راح أقول له يعني بنطلون أسود وقميص أبيض. نجي هنا what do، نشوف do يعني ماذا عمله، شنو اللي سواه، مطيني الاختيارات. قال لي هنا he baked the potato يعني هو طبخ البوتيتا، لو he sliced يعني قطع أو شرح البوتيتا، لا أقول له هو بالبداية قطعها قطعهم. هنا شوف الكلمة only three يعني فقط ثلاثة أشياء نصنع مصنوعة من الورق، جواب غلط، احنا قلنا هواي أشياء. What's another word for cook؟ نعطيني كلمة أخرى للطباخ وقلنا هي الشيف. لا تنسى أنت عندك ترك، يعني إذا واحدة نسيتها اتركها عادي، جتك واحدة ما افتهمتها اتركها، عندك ترك. Mother Day يعني يوم الأم، قلنا شبيه thousand لو hundred يعني آلاف لو مئات، لا thousand آلاف. هنا هاي قايل لك chief لو waiter، لا أقول له chief. قال هنا doesn't want يعني الأب ما رد يشتري، true لو false، لا الجواب غلط لأنه هو كان يريد يشتري. هنا معطينا اختيارات، قال لي بالزيت لا بالمي، لا بالزيت. هنا يقول الورق مصنوع من تشاينا بالصين، ترو لو فولس، جواب فولس. واحمد بريفيرز، احمد كان يحب الفطور لو لانش، لا البريكفاست. موضوع بسيط وسهل وعليها 10 درجات بالجيب.